تشهد الحركة التجارية في مدينة الفلوجة ركودا اقتصاديا بسبب قلة السيولة النقدية لدى السكان من يدخل إلى سوق الفلوجة الرئيسي والمعروف بالنزيزة سيتعرف على حجم الركود الاقتصادي والتجاري الذي تتعرض له المدينة فأصحاب المحلات أصبحوا أصدقاء للانتظار والملل الذي يجالسونه منذ الصباح وحتى المساء العالم ما يتم الجوع كل شيء رخيص بالسوق كل شيء رخيص طماطم فلس ونص المخضر فلس ونص اللحم 9000 دينار قاعد ابيعه بس ما حد يشتري عم فلوس ماكو العالم تعبانه شهر النوب العالم تقوم تطلع المحافظات الثانيه تشحذ انا اقول لك اياها الحركه التجاريه الضعيفه زادت من اعداد العاطلين عن العمل في المدينه لا سيما الخريجين الذين واجهوا السوق بشهاداتهم التي لا تمكنهم من الحصول على العمل في ظل قله السيوله الماليه. بس ابو الراتب جاي عايش بس ابو الراتب والباقي كلها قاعده وساكته ما عندهم من مصدر ماكو شغل ماكو. اجار محل ما يطلع ما يطلع، انا عندي هذا محل اجار ما طلع. شو الاستقرار الامني لا ياتي بالاموال الا انه احد العوامل المشجعه على بناء ركائز اقتصاديه تنعش المدينه التي خرجت من ماساه كبرى وما تزال اثارها السلبيه قائمه لقناه الفلوجه سلام خالد